سؤال: لا تدخل ملائكة بيتا في كلب ولا صورة، هل يدخل فيها الصورة؟ يعني ما هي الصورة التي تدخل في هذا؟ طبعا الملائكة الذين لا يدخلون ملائكة الرحمة التي تأتي بالخير والبركة، لأن ملائكة الكتابة هذه حاضرة رقيب عتيد. الصور التي تمنع دخول الملائكة صور ذوات الأرواح غير الممتهنة، سواء كانت معلقة مغطاة موجودة في مكان. ولا يدخل في التحريم الصور التي يجوز اقتناؤها كصور للحاجة، بطاقة الشخصية، جواز السفر، صور في الأوراق النقدية، الصور المنتهنة ممتهنة في السجاد، في علب الصلصة والحليب، مصير القمامة عمت به البلوى، يبغى يطمس كل شيء، صعب جدا عليه.